الله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول عمر لحذيفة الذي يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وله خطان أسودان من خشية الله عمر الذي بشره الله بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة عمر الذي هو ثاني رجل بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر يقول لحذيفة صاحب سر رسول الله يا حذيفة أسألك بالله أجعلني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم الله عز وجل استثنى من؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.